ضمن فعاليات البيت الثقافي العراقي بعمان، أحيا الشاعران عمر الغريب وصهيب الحبش أمسية شعرية بعنوان قصائد للحب والوطن. هذه الأمسية أدارها الشاعر مكي النزال ولاقت استحسان جميع الحاضرين اللي كانوا يرددون ويكملون على كلام الشعراء. حنين الياس كانت هناك وغطت جانب من هذه الأمسية. بثواني اقدر اعد البيه كم عظمه، صفى بجسمي القميص يراها مفرتين وعلي من الظهر تتقفل الدقمه. بسرعه انقضى الليل وخلصت السنتين، صفت جيتك ظلمه وروحتك ظلمه، سريع بفرقتك سرعه الحمد لله بحلق مسجون قالوا ما تلي حكمك. شنو معنى الحكي البي ما يمر طاريك مثل ضحكة بنية بفاتحة زلمة، عجوز السالفة الما اسمه كلها يفوت تطلع فوق صدية تصور الكلمة. أحس بضوجتك لو صيحة وفرحان، ومن اتذكرك حيل إحساسك اشتمه، أسمع صوت جدمك من تمر على البال، إبكان ومن على صدر من بردة حمه. تجاوزت القداسة وياك صرت بحال تراب اللي ينفض من هدمك احترمه. شكرا جزيلا رابطة الكتاب الأردنيين اللي تعاونت مع رابط الشعراء العراقيين هون بعمان هنا، نشكرهم على هاي الدعوة اللي قدموا لنا اياها اليوم هاي الأمسية. أحب أسألك شنو أكثر لون أنت تحب تأدي بالشعر؟ والله كل أنواع الشعر الشعبي، بس تعرفين أميل للوجداني أكثر، يعني الوطني والغزل كل أنواع أكتبها بس أميل للوجداني أكثر. هذا العراق إش عجب ما حد رفع عنهم أو عنة أطفال إش كثر ما حد سمع عنهم. اليوم جيت بظنك أرد أشتكي عنهم على اللي تركوها الحرب وسط البلد قائمة وهدم واركان الوطن. مو بس ترى قائمة ما انتخب اي شخص، ما انتخب قائمة ولو ابوي رشح، ترى هذا الحكي عنا هم. انا اريد انتخب حايط من صحيح وردة فوز اليوم قوة مروة، لان هو المنصدق يحمي الفقير ولان عند الفوق نفس الجوة، او لان ساتر على الشريف ومو شريف، او لان سوى المثل ما حد سوى، من يصير الضرب يوقف بالأمام وخلف ناس هواي تارك هو، عنده ساس في كل فرع وبكل مكان، وعنده صدق بالوطن شعبية. بي طلقاتش كثر رادت تفوت وصار قدامي وإجت مو بي، أرد أقولن للي فايز واللي يفوز شوية ريبك ستقلة شوية، مو ضميرك نام غطيه بلحاف نخاف يبرد وإحنا نص شتوية. أكيد إحنا دائما نطمح للأفضل ونتمنى الشخص اللي أطلع له هو الله يرحمه كاظم إسماعيل قاطع، شاعر كبير، فدائما إحنا أقرب، إحنا تلاميذه من تلاميذ مدرسته، فإن شاء الله نوصل لما وصل له كاظم إسماعيل قاطع.